فلا يديرون هذه الشركات، فكيف تصدر هذه الإجراءات الملفقة والخطيرة؟ هذا الأمر يصدر في وقت يتم فيه تعديلات دستورية في مصر الغرض منها إقصاءنا من العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولن تهمنا هذه الإجراءات، ولن تبعدنا عن الساحة، ولن تخزي ولن تخيف المعارضون ومنهم الإخوان المسلمون، وإننا مصرون على الاستمرار في الطريق الإصلاح في الطرق السلمية والوسائل السلمية. نحن مستمرون عليه حرصا على بلدنا ومستقبل بلدنا وتنمية بلدنا ووطننا، ونطالب كل الشرفاء من مصر بل وكل الأحرار في العالم أن يقفوا بجانبنا، يقفوا وقفة شرفاء ويقفوا بجانبنا في هذا الوقت العصيب الذي تمر به مصر. نأمل من كل هؤلاء الشرفاء في مصر وفي العالم أن يقفوا بجانبنا، ونحن مصرون وسنستمر في المطالبة بالإصلاح، وإن كان لابد من تضحية وإن كان لابد من دفع ضريبة فنحن مستعدون لها، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشكرا.